في مساله الاسعار تحديدا النظام بيقول حاجات والناس بتقول حاجات. الاصدق مين؟ طعميه الوحده. الاصدق هو الشعب. بس عموما تعالوا نرصد مع بعض النظام بيقول ايه والناس بتقول ايه في مساله الاسعار والحاصل في مصر دلوقتي. نشوف مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا. 2013 وبداية 2014 كانت نسبة البطالة في مصر تجاوزت 13%. لو دولة كانت استمرت بنفس الطريقة دي من غير ما إنها هي اللي تدخل بقوة في استثمارات عامة وفي مشروعات عشان تشغل شبابها، إحنا كان الرقم ده تجاوز 20% النهاردة. طب كيف كان سيكون حال الدولة المصرية لو نسبة البطالة فوق 20%؟ السجن والموت أهون بكتير من العيشة اللي احنا عايشينها. بجد صعب قوي لما عيلة يجي يطلب منك أكل ولا يجي يطلب منك حاجة ولا تعليم، إن انت مش قادر تعمل حاجة. بجد صعب. أنا بجد هو احنا فين الناس اللي احنا اللي هم يعني عايشين معانا في البلد دي؟ حاسين بينا اللي احنا بنعمله ولا اللي احنا فيه ولا اللي احنا يعني انا بجد مش عارف اقول ايه. انا بجد انا عجز عن الكلام. انا بجد عجز عن الكلام. ادوا علم بقى بس بلا فعل. علم بقى بلا فعل. ده النظام بيقول ودي شلتوه ماشي. النظام بيقول والناس بتقول. النظام بيقول الدنيا حلوه وجميله وكله زي الفل، والناس بتقول انتوا بق بس كلام على مفيش ولا حاجه بتحصل في البلد ولا اي جديد للاسف. خلينا نسمع من محمد بن مصر. الناس اصدق من اي حد.